يا مرحبا، اليوم راح نتكلم عن مجال الـ NFT، وهذا المجال قوي جدا. طبعا انت تعرف الـ NFT تكون بسعر وتصير بسعر، فراح اخليكم ان شاء الله بهذا الفيديو، راح تطلعون من هذا الفيديو عارفين شو مجال الـ NFT، وكذلك اسرار جدا رائعة ما حد صراحة يخبرك عليها في اليوتيوب. وانا من طبعي لا احتكر المعلومة، اي شيء احطه واعرفه لنفسي اقدمها لكم بالمجان، يعني ولو هذه بتكون عليها كورسات مدفوعة، ولكن انا دائما اقدم الاشياء بالمجان، تعرف المعلومة تروح تطبق تاخذ فلوس وتدعي لي. يلا بينا على الشرح. قبل ما ابدا لا تنسوا دعمي بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، تعالوا قنوات التليجرام تحديثات، كذلك راح اكون بعد ساعة من الان على قناة التليجرام لايف، دائما يجوني الناس يعني يسألوني وأجاوبهم في اللايف، بكون لمدة معينة. إذا تريد تلتحق بنا بعد ساعة من هذا الفيديو راح أكون هناك إن شاء الله، أي استفسارات أنا هناك. طبعا عشان ما نتكلم فراغ، هذا الأوبن سي الخاص بي، هذا الوالد المحفظة الخاصة بي. راح نشوف كم معاي NFT كوليكشن، عندي 242، وعندي في المور هنا الهايدن يعني هاي مخفية يعني 200، يعني المجموع 442 كوليكشن. تمام، على سبيل المثال انا بشوف احسن سعر يعني صاير في الكوليكشن هذا او في ال NFTs اللي معاي، فلور هاي تو لو او برايس هاي تو لو، عشان يبين معي احسن سعر بالنسبه للهيدن اللي معاي موجوده مخفيه. معاي هذه سعرها 1.51 اثريوم، طبعا انا خبرتكم عليها في التليجرام انه ربحتها، و363 فيو يريدون فقط احط سيل بنفس السعر ويشترون، ولكن راح يشتروا العضويه الخاصه بي في اي بي رول. وانا خبرتكم كيف الطريقه اللي اخذتها على التليجرام، ما فيني اعيد واشرح، ولكن الان راح نتكلم كيف نحصل مثل هاي البروجيات اللي تكون قويه جدا وناخذ منها يعني مبالغ حلوه باذن الله. فاولا لازم تفهم لي ايش معنى الفليبين وايش معنى الانفست لونج تايم. الفليبين ان تشتري بالرخيص يطلع سعرها تبيع، لونج تايم انفستمنت يعني تخزنها للمدى البعيد، ممكن سنه سنتين 10 سنوات، مثل سكالبين في التريد. سكالبين يعني سكالبين، في سكالبين يوم وفي سكالبين الساعه والدقيقه وال15 دقيقه، وفي سكالبين 15 يوم وسكالبين شهر، ولكن يتعدى فوق الشهر شهرين يصير الانفستمنت لونج او المتوسط الميديوم، يعني فرقوا هذه يسموها فليبين. الفليبين يعني مثل السكالبين، يعني على حسب تشتريها اليوم بسعر بكرة يرتفع سعرها تبيعها. أما الانفستمنت لونج تايم فإنك تخزنها للمدى البعيد، سواء سنة سنتين 5 سنوات على حسب. طبعا أنا أعطيتكم فقط مثال واحد، ولكن عندي العديد من الانفتيات اللي موجودة يعني لا تعد ولا تحصى، كل واحدة مربوطة بالإيردروب، يعني ما فيني أبيع. اوكي، عشان راح تسالون اكيد الناس الجدد ما دام هذا المبلغ ليش ما تبيعين، هذا المبلغ يعني هذا الاير دروب الفي اي بي العضويه مربوطه بها الان اف تي. اذا بعت عضويتي راح اعطي كان اعطي محفظتي لواحد تاني ياخذ فيها اير دروب، والاير دروب الله اعلم ممكن يكون اكثر من الثمن ممكن اقل، انا وحظي لحد الان مفهوم. لننتقل الان، عندي مجموعه ادوات راح نشتغل عليها، ولكن راح نشتغل الان يدوي، راح نبحث يدوي بدون استعمال ادوات، وبعدين راح اقول لكم الادوات اللي ممكن تشتغل بها وتطبق الشروط اللي عشان تعرف مشروع اوكي مشروع مش اوكي. اول خطوه اللي انا دائما اسويها عشان اعرف المشاريع الجديده وباللحظه وين، بضغط على اترسكان. راح تقول لي ليش الاتريوم مش الماتيك ولا الافالانش ولا السولانا، شيء عارفين انه الاتريوم هو احسن شيء في الان اف تي، يعني اذا أخذت وحصلت مشروع صح وشريتها برخيص راح تعطيك أسعار قوية جدا في الـ NFT. راح تقولي فيز ما فيز، لا فيز الآن صار بسيط، 2-3 دولار الفيز، وبالليل بيكون 1.5 دولار، يعني لما يناموا الهنود بيكون 1.5 دولار للترانزاكشن. فلا تقولي لا لا تتحجج للإتريوم، لأنه احنا واخدين الفكرة من زمان إنه إتريوم غالي، لا صار رخيص الآن ولكن ربحه حلو. راح أشرح الآن على الإتريوم، أوكي؟ أشرح على الانفتيات حق الإتريوم لأن مشاريع قوية جدا في الانفتي. طيب ندخل على etherscan.io أول خطوة، ثاني خطوة راح نروح على الانفتي شايفينها، وراح تروح last mint آخر mint مشاريع اللي سوت المنت، راح يبين معاك آخر مشروع 6 سكند
آخر مشروع 6 سكند ريفرش، الآن 14 سكند، يعني هاي الكلام اللي أنا قاعدة أتكلم معاكم صار 14 سكند. ننتظر لحظات ونسوي ريفرش، نشوف إحنا نريد مشاريع جديدة، يعني في كل 6 سكند يصير مشاريع تمام؟ فأوكي تمام، معنا هذا راح نبتدي بواحد، مثلا عندك هذا ولا هذا، راح نشوف مثلا هذا اللي عليه صورة، نضغط عليه open link ونشوف. طلع الصورة مش اوكي فاهمين، حتى اللي راح يكتب اسمه راح يشوف الصورة، ما اقدر اعرضها لانه مخلة للحياة. المهم راح اسوي ريفرش مرة تانية، راح نشوف هذا open link ونشوف ان شاء الله تطلع صورة اوكي تمام. هاي الصورة، راح نشوف الكونتراكت الادرس الخاص بها، بنروح على اوبن سي وندور على السيرش ونشوف ايش موجود تمام. اوكي عندنا هذا المشروع بيست اوفر فلور برايس تمام، ليستد 100%، الاونر كم، وهذا هو ايتيمز، هذا هو تمام. اول خطوة راح نشوف البيست اوفر البرايس المهم ضروري، والليستد والاونر كم، فقط 623 تمام. وراح نشوف التواصل الاجتماعي خاص بهم، التويتر الديسكارد، نشوف كم معاهم فولورز، كم معاهم متابعين، هل المشروع ممكن، طبعا فيريفاي اهم شيء، فيريفاي يكون فيريفاي. وراح نضغط على تويتر والديسكارد ونشوف كم عندهم متابعين، فهنا المتابعين قليل، يعني عنده 4877 ممبر في الديسكارد تمام. نروح على تويتر 849 اوكي، يعني انت الان اذا دخلت ما راح تدخل عشان تشتري، لا تدخل عشان تطلب منهم الوايت ليست الرول، يعني تاخذ فري مانت، تاخذ المهم تاخذ منهم شيء فاهم، ما تشتري. انا الان ما اقول لك اشتري، انا اقول كيف تاخذها بالمجان، يعني دخلت معك كيف تاخذها، ما راح تسوي لي فليبين. الفليبين متى بيكون؟ الفليبين يكون لما يكون هنا عندهم تقريبا 50,000 متابع، او ديسكارد كذلك عندهم 50,000 أو 60,000 متابع، وعندهم اونلاينز، يعني ناس ممبر اونلاين موجوده معاهم يتكلمون، وهناك اروح اشتري اذا شفتها سعرها رخيص اروح اشتري وانتظر الناس تنتبه للمشروع، فقط يصير سعرها دبل ابيع على طول، او حدث، لانه دائما الانفتيات بيكون لها حدث ايردروب راح يوزعون، شيء راح يسوونه بالانفتي، هذه الجيم راح تنطلق يحتاجون هاي الانفتي، يعني اشياء مثل هاي الاشياء فاهمين. الان ممكن اسوي جوان، عندي انا 4877 اسوي جوان ديسكارد وادخل واشوف شو عندهم، يعني عندهم وايت ليست، يقدمون او جي، ما يقدمونه، يقدمون فريمانت سلوف كاباتشا اوكي، نحل الكاباتشا تمام اوكي. رولز، هاي اول شيء شفتها رولز، بليز كليك ذا كذا، فخلاص اعطيه بهذا الشكل، نيجي هنا ونضغط هنا خلاص صرت ممبر، راح نضغط على جنرال شات ونشوف هاي صار معاي بالاخضر، شايفين كم رولز اعطوني 3 تمام. راح نسال الان، صار نسالهم كيف اخذ وايت ليست، كيف اقدر اسوي مانت، هاو تو جيت، يعني كيف اخذها بالمجان، هل عندكم اير دروب، هل كذا هل كذا، هل تحلل المشروع انت على حسب، وشوف فائده هاي الأسئلة ضروري تسألهم كل ما تدخل مشروع، شو فائدة الـ NFT هذه، هل ممكن أخذها بالمجان، هل ممكن أخذ وايت ليست فريمنت، هل ممكن أسوي لكم إعلان مقابل أنك تعطوني وايت ليست بالمجان، فاهمين الناس حق القنوات اللي عندهم قنوات، يعني كده تأخذها بالمجان فقط، هل ممكن تعطوني مثلا 50 فري وايت ليست للأعضاء الخاص بي، أسوي لكم مسابقة وفي نفس الوقت تعطوني أنا وايت ليست مرة واحدة، يعني خطط بتكون خطط، وبعدين تنتظرها اكيد شي يوم راح تطلع تسوي انت اخذتها بالمجان، مثل هاي كلهم اللي خبرتكم عليها اليوم في التليجرام كلهم مجاني، اللي عندها 200 دولار، اللي 500 دولار، اللي 600 دولار، كل واحدة وسعرها اخذناها كلنا بالمجان،
ما سوينا شيء، فقط بهاي الحركات روح مشروع تاني نسوي next. تمام اوكي ريفريش ونشوف مشروع تاني. خلاص نشوف مشروع هذا او مشروع هذا، اثنين مشاريع راح نشوفهم. اوكي هذا اوكي، راح اسوي كونتراكت، نروح على الاوبن سي نعطيه بحث عشان ما نطول فقط في في هذا. اوكي كذلك فلور برايس اوكي 2929 اونر. في مبيعات لاست اوكي تمام، لاست سيل لاست سيل وخلاص. وادخل كذلك الديسكارد خاص بهم، موقع الويب سايت اذا عندهم موقع، واهم شيء في الموقع يكون متاح التيم تشوفه بعينك. التيم لما هذا ما في شيء يعني حاطين فقط كده، تدخل الديسكارد خاص بهم، ما في الديسكارد تدخل تويتر وتدور على الديسكارد الخاص بهم عشان تقدر تتواصل معاهم. عندهم 13,000 اوكي، ولكن هل الديسكارد موجود؟ خلاص الشيء اللي تشوفه مشكوك فيه، ما في وايت ليست ما في شيء، تطلع منه. اوكي عندنا هاي الخطة. طيب خبرتكم الخطة هذه حق تشوف اخر اشياء، تسوي لها ريفرش وتشوف مثلا هذا كذلك. راح اعطيكم اخر شيء اللي هو هذا كوبي، ونروح على ندور عليه الاوبن سي بهذا الشكل ونشوف خاص بهم اس بي تي ديستد. هذا لسه عنده 5 لسه قاعد هو يسوي. طبعا الويب سايت، شوف الويب سايت اذا في ديسكارد خاص بهم، هذا هو الديسكارد اوكي، هاي الكوليكشن خاص به. يعني بتدور اذا مثلا رحنا على الديسكارد خاص بهم ونشوف اذا عندهم وايت ليست، عندهم اير دروب، عندهم شيء، عنده 1917 ممبر 409، يعني بهالاشياء هم يعرفون الناس الانفتيات القوية تاخدها بالمجان، تكون عضو معاهم، المهم تاخدها انت بالمجان باي طريقة اوكي. وبعدين او ممكن تكون يعطونك على ايرلي يوزر او الناس اللي دخلوا بياخدوا انفتي بالمجان وهكذا. الان راح ننتقل الى التولز، يعني مواقع اللي تقدمنا هالخدمة بدون ما يعني ما نصدع مخنا احنا وندور بيدوي، ولكن يفضل يدوي لانه عشان تقتنع وتعرف كيف تجيب انت الانفتي اللي راح تكون سند لك. واهم شيء اهم شيء المواقع الجديدة، هاي الانفتيات الجديدة تكون بمحفظة جديدة مش محفظتك الرسمية ابدا. وبعدين انقلها لمحفظتك الرسمية لما تشوفها ان اوكي وسيف ما فيها شيء مش مشكلة، ولكن اهم نصيحة محفظتك تكون محفظة جديدة. ما نعرف انه هذا المشروع لانه يعني مثلها مثل عملة ممكن تطلع سكام، فاهمين؟ تمام خلينا نطلع من كل هذا ونرجع. الان معي هاي المواقع اوكي، عندي كم 4 مواقع وعندي تويترز. الناس المشهورة اللي حق تويترز ينصحوكم بالمشاريع اللي ممكن تضرب، ولكن حق تشتري مش وايت ليست، يعني مش راح تاخدها بالمجان، تشتريها تسوي فليبين فيها، تنتظر ايام شهر شهرين وتبيعها بالدبل تريبل على حسب سعر السوق. تمام ولكن راح نبتدي بهاي NFT كالندرية اول شيء. اوكي نروح هنا خاص بنا او هنا احسن. تمام نضغط هنا ونشوف هذا الموقع يقول لك الاب كامين NFT اللي راح حاطين، وعندهم مثلا فريمنت، عندهم وايت ليست، عندهم اي شيء اير دروب اي شيء، المهم اوكي الاب كامين. هنا توداي شوف راح تشوف توداي 34 بروموشن، لا تقرب ما بروموشن ولكن اقرب لي على الفيريفاي فيريفاي فيريفاي كلهم فيريفاي. بروموشن هم مسوين بروموشن للمشروع الخاص بهم في داخل الموقع، ولكن على فكرة لا تحقرون الناس اللي تسوي في بروموشن، بالعكس اللي يسوي بروموشن عنده فلوس، عنده فلوس بيصرف على مشروعه، يعني مشروع حلو. طيب هذا اوريدي خلاص ليستد، يعني اذا ضغطنا هنا مثلا حق هذا سيمول بريد نضغط عليه راح يبين معنا بهذا الشكل، نقلبها انجليش. تمام عندك الويب سايت تويتر ماركت بليس، ماركت بليس هو هذا الفلور برايس الخاص بها 0.019. اذا تريد تشوف يعني
آخر أسعار تمت راح تضغط لي على ريزيدنتي سولد هذه أوكي، راح تشوف آخر الحبايات اللي تم بيعها أوكي. أوكي هذه ما ينفع لأنه خلاص عندنا موجودة ما تنفع، ولكن ممكن تشتريها إذا اقتنعت بالمشروع ومثل ما خبرتكم إذا تسوي فليب، ولكن لازم تشوف لي التويتر خاص بهم وتشوف لي ويب سايت خاص بهم وتشوف لي التيم إذا ناوي تشتري. إذا ناوي تشتري مثل ما خبركم لا تسوي كونكت من محفظتك أكيد الرسمية، ولكن إذا ناوي تشتري لازم تشوف التيم وتشوف تشوف الخاص بهم وتشوف إذا موجودين، يعني الديسكارت موجود وين أتواصل معاهم، موجود تويتر كم عضو معاهم، لأنه يعني كل ما كان يعني الممبر أكتر كل ما أحسن عشان أقدر أسوي فور برايس أطلع المبيعة الخاصة بي. فهمتوا علي؟ المهم نروح على الأبكامين. الأبكامين اللي يهمنا هذا الأبكامين بالنسبة لهذا الموقع، راح تدخل وتشوف الأبكامين وكم راح ينطرح السعر وممكن تشتري ممكن تاخذها بالمجان وهكذا. نروح على الموقع الثاني عشان ما نضيع وقت، انا نشوف فهمتوا فقط الفكره وراح تطبقوها على العديد، يعني على العديد من المشاريع. استنوا تمام، هنا عندنا الاب كامين هنا اوكي، نضغط على الاب كامين ونشوف هذا هم الاب كامين موجود. يقول لك هنا كم راح يكون مثلا today sales، هذا انباع 0.01 0.006 1 اتريوم 0.009 15 ادا اوكي وان. وانت رايح في راح تحصل هنا هذا يعني بدون سعر لسه ما حددوا، هذا tomorrow sales يعني بكرة لسه ما حدد هذا السعر كم، هذا محدد هذا محدد، راح تحصل الفري موجود الفري دايما حصل فري فري، ولكن دايما انتبه لي محفظة جديدة فري خزنة عندك فري وخزنة عندك هاي فري شايفين فري تمام. هذه ممكن ندخل لها ونشوف كم معاهم عضو في تويتر كالعادة 6183، نشوف الديسكارد خاص بهم وهكذا عشان ما نطول فقط يا ناس انتوا عارفين. كذلك هنا هذه كذلك تعطيني نفس الميزة، راح أخليكم جميع المواقع لأنه ما أقدر أشرح كل شيء. مثلا هذا كذلك، مثلا هذا المشاريع حق السولانا تمام. upcoming drops راح تشوفها راح تحصل هنا البرايس لسه مش موجود، هذا برايس 1.43 هذا زيرو يعني فري، هذا إذا فري راح تنابه له وتسوي المحفظة حق سولانا جديدة وهكذا. وانت رايح تجمع في الـ NFT-ات فقط يصير لها سعر تبيع، هذا كذلك فري اوكي. ومثل ما خبرتكم النصيحة كل ما شفت يعني كل ما مثلا اذا اللي راح تشتريها بفلوس مثلا لازم يكون عندها كوميونتي عالي ومتفاعل والناس تتكلم فيه، يعني عارف انه راح تشتري عندك اللي راح تبيع له اوكي. طبعا التويتيات والناس حق تويترز هذيك ماجيك دين معروف، هذا دائما يحطوا لنا يعني فريمنت كذلك دائما السعر لما ناخذها فري بام على طول على طول على طول تاخذ ارباح تروح على اللانج اوكي لانشد تحصل هنا لتحت لايف الان 10 ماتيك هذا 0.87 في اللي بيكون فري. راح نشوف اذا حاطين هنا شيء فري لسه هذا برايس مش حاطين، في اللي بيكون كلمة فري هنا برايس فري او صفر اوكي. دائما كم مرة احنا اخذنا من هذا ابعت لكم، هذا هو برايس 0.0 اوكي فري هذا يعني، ولكن سولد اوت خلاص اندد هادو اندد. احنا راح نراقب فقط الاب كامين ولكن هنا لازم يكون فري دايما تراقب تمام. اخر خطوة راح اسويها معكم حق التويتر عشان تشوفوا الناس حق التويتر عشان فقط نخلص الفيديو صار طويل، اتمنى يكون معلومات صارت عندكم. هاي الناس تحط NFT-ات خطيرة، تحط لكم يعني مجموعة NFT-ات who want this early alpha
يعني راح تسوي لهم لايك وتويتر، تربح وايت ليست تاخذها بالمجان وتخزن عندك، شي يوم بيكون يومك، شي يوم بيكون يومك في NFT. وهكذا بعد ساعة بكون الآن لايف، بعد ساعة أو نص ساعة على حساب اللي راح يشوف. وهذا الشكل نكون خلصنا شرحنا اليوم، نشوفكم على خير فيديوهات لاحقة. تعليقاتكم إذا تريدون نعمق في المجال إن شاء الله راح أخليكم جميع روابط تحت أسفل الفيديو. إذا تريدون نعمق في المجال تعليقاتكم تحفزني وخبروني. مع السلامة.